مرحبا، يعطيكم العافية. معكم زميلتكم عبير سنة خامسة من دفعة شفاء. بدي أحكي لكم عن تجربتي بالإلكتف بأمريكا. أنا طلعت شهرين، الشهر الأول كان بفلوريدا طلعت أعصاب، والشهر الثاني رحت على ولاية تانية، رحت إنترنال ميديسن، كنت أزبطها على أطفال بس ما زبطت معي، طلعت إنترنال ميديسن. هلا رح أحكي لكم عن تجربتي، شو التكاليف، شو المتطلبات السكن، شو الأوراق المطلوبة، وعن كل إشي. وكل إشي بحكي عنه أنا حضرت لكم بريزنتيشن، فحيكون فيها كل إشي موجود إن شاء الله. هلا بالنسبة للأشهر المسموحة، للأسف يعني مع شغلة العميد وهذا الإشي اللي صار، فإنه شكله صعب إلا شهر 6 و7. ارجعوا حاولوا معاه، لأنه هاي فرصة ما بتتعوض، فإنه حاولوا معاه إنه يغير الوقت. غير هيك إنه نستقر على شهر 6 و7، وبدكم تعملوا اللي عليكم مشان يزبط الموضوع معكم. هلا شهر 6 و7 ليش اصلا انه دائما صعب غير عن باقي الاشهر؟ هلا شهر 6 و7 اول اشي بالنسبه لإلكم يعني انه ديني رمضان، وحيكون بعدها عيد، فانه حيكون صعب انه احنا انتم تسافروا. ثاني شغله، المؤسسات الكبيره حتى بالاردن مثلا زي مستشفى الحسين للسرطان بيكونوا اغلب الطلاب راجعين يعملوا إلكتف فيها يعني، فانه بيكون صعب. حتى بامريكا التنافس عليها بيكون كتير كبير، وبيكون زي حف انه مرحله انتقال عندهم للطلاب، فانه كتير بيكون صعب، بس برضه احنا نعمل اللي علينا. هلا بالنسبه للتخصصات المسموحه للإلكتف، في خطه انا حطيت لكم اياها، هي من الكليه، اللي هي كل ميجر وماينر شو عدد الساعات المسموحه، وهيك انه انتم بتعرفوا الإلكتف هو 9 ساعات معتمده من الخطه. هلا قبل ما ابلش احكي لكم، كم تعرفوا انه هذا الموضوع مش سهل، في تنافس كبير، اهم شيء انكم ما تيأسوا بسرعه بالمره، بده شغل وتعب كتير وطولة بال، وإن شاء الله إنه بتتيسر الأمور كلكم تطلعوا. هلأ أول إشي كيف تختاروا التخصص، أو أنتوا هلأ أول شغلة بنصحكم اطلعوا بالتخصص اللي أنتوا حابين تكملوا فيه. في تخصصات هون عليها كتير تنافس، فإنه ممكن تروح على دولة تانية من أول مشان تشوفوا الوضع فيها، بعدين إنه تعرفوا شو تقرروا. في الجراحة الأورثو ENT عيون، هدول تنافس عليهم هون كتير كبير. في الانترنال ميديسن، بيدياتريكس، ايش كمان انترنال، طبعا تقدروا تكملوا اي سب سبيشاليتي، باثو، هاي الاشياء تنافس عليها كتير قليل. نيورو مثلا نفس الاشي. هلا برضه الشهر الثاني، هلا اذا ما زبط معكم انه التخصص اللي بدكم اياه، لا برضه ممكن تطلعوا جنرال سيرجري، ممكن تطلعوا انترنال، لانه الانترنال والجنرال هيك هيك حتبلشوا فيهم قبل ما تبلشوا بالتخصص. مثلا اورثو لما تبلشوا اي تخصص تاني رح تبلشوا مثلا انترنال سنه او سنتين، بعدين تكملوا باقي التخصص، فانه برضو انه انتم بتكسبوا علم يعني بكل الاحوال. هلا نحكي ايش بحكي لكم، هلا بدي احكي لكم عن طريقه التقديم. انا حطيت لكم اهم ليست، هي في ليست فيها الاماكن بتاخذ مع ستيب 1، وفي اماكن تاخذ بدون ستيب 1. اوكي، في عندكم اول إشي اشياء بدي انصحكم فيها انا قبل ما تبلشوا بالاشياء الثانيه. في عندكم اول إشي تكساس، وفي عندكم MD أندرسون. MD أندرسون بس لوكيميا، اوكي، فانه وما بياخذوا فيز، فانه هي فرصه كويسه. هي بهيوستن. وفي كمان تكساس هارت انستيتيوت، هاي سيرجري، هي قلب، بس قلب، ما فيها اي تخصصات تانية، وما بياخدوا فيز برضو، وبيقبلوا الطلاب، فانه حاولوا تبلشوا تاخدوا فيها. في بهذا الفايل نفسه كمان ميامي، انا ميامي قدمت لها، وهي فرصة كتير منيحة، وفيها تخصصات كمان كتير. هلا انتوا لما تفتحوا على الموقع تبع الجامعة او تتواصلوا معاهم، هم حيبعتوا لكم فايل في التخصصات الموجودة عندهم. فهلا ميامي فيها اكتر من تخصص، وصراحة انا كتير عجبني، كنت بدي اروح عندهم، بزبطت معي بمستشفى تاني، هي بفلوريدا، فبنصحكم فيها. كانساس برضو بنصحكم فيها. هلا اللي عجبني بكانساس انه الفيز تبعتهم بتكون شاملة للسكن، وفيها تخصصات كتير منيحة، وكتير ناس راحوا عليها من دفعة نبض وكانوا ينصحوني فيها كتير، بس انا ما زبطت معي لانه كان الوقت عندهم مسكر. في اشياء مثلا زي مكاتب، هي برضو ممكن تساعدكم. فيك اشي اسمه AMO، هذا زي انه هو موقع بتفتحوا بتختاروا التخصص اللي بدكم اياه بالولايه، بتحطوا رينج السعر وهيك، وبساعدوكم، بس بتكون تكلفته كتير اكتر شوي يعني عن انكم انتم تشتغلوا على الموضوع لحالكم وتدبروا. برضو انا ما جربته، حطيت لكم فيدباك عنه. ايش كمان، في دكتور كارديو برضو، طلاب من النبض وطلاب من دفعتي راحوا عليه، وبرضو كتير نصح فيه، حطيت لكم ايميله. هلا
ايش بتعملوا اول اشي؟ في زي فكرة انه زي بروبوزل، زي تعريف بحالكم مثلا، انه زي مقدمة هيك بسيطة حطيت لكم مثال عليها. بتبعتوا الايميل الاولي هذا، بتبعتوا باسمكم انه انتم طلاب سنة خامسة بدكم تطلعوا تدريب، ايش الاشهر المتاحة، وبعد هيك هم بيردوا عليكم يعني بالاشياء اللي هم بدهم اياها، وبناء على هذا الاشي بتكملوا تواصل معهم. بعدين بتبعتوا السي في، بتبعتوا الاشياء حسب ما هم بدهم. هلا في كمان شغلة ضروري احكي لكم عنها، انه دوروا على معارف، شوفوا مثلا دكاترة ممكن يساعدوكم، اي حدا ممكن يقرب لكم هناك، مو شرط قرايب، يعني لو قرابة بعيدة وهيك الناس كتير بتساعد. فاذا كان لكم معرفة هناك وحدا ساعدكم برضو كتير الاشي بيساعد. وفي كتير ممكن مستشفيات ما بتاخد طلاب، ممكن انها تاخد لانه بتكونوا تعرفوا حدا، فانه هذا الاشي اسعوا له ودوروا عليه. اوكي، هلا في كمان بدي احكي لكم عن فرق بين الهاندز اون والاوبزرفر. هلا انا الشهر الاول رحت اوبزرفر نيورو ميديسن، كانوا يحكوا لي انه انت شو بدك بالهاندز اون، انه طالما هي نيورو ميديسن انه ما في مثلا زي السيرجري مثلا انه انت بدك تشتغلي بايدك او هيك. الفرق طلع ايش؟ انه هلا طالما انتم اوبزرفر، اول اشي في عندكم مثلا السيستم تبع المرضى، ما بتقدروا انتم تفتحوا الكمبيوتر انه يكون لكم باسورد خاص تفتحوا وتشوفوا بيانات المرضى وهيك، وهذا الاشي كتير مفيد. يعني انا الشهر الثاني كنت بقدر افتح السيستم، كان لي اكسس، انه كتير صراحه كتير استفدت احسن، يعني تعلمت عن جد كيسات كلينيكال من هذا الموضوع لانه بفرق. في كمان شغلة انه ممنوع تفحصوا مرضى، الدكتور تبعنا كان الشهر الاول يسمح لي انه هيستوري ممنوع، هيستوري مسموح سوري، بس انه فيزيكال اكزام ممنوع انه انتم تلمسوا المريض. هلا انا بحكيكم انا كتير استفدت، انا حتى في كمان كنت اسال الدكتور اذا في محاضرات، المستشفى تبعي كان انه تيتشنج، فكنت اطلع مع المقيمين مع الطلاب، كنت اخذ معهم برضه محاضرات، كنت مثلا عادي برضه المقيمين كانوا يطبعوا لي هم الكيسات، يطبعوا لي اياهم عادي على ورق، كنت اخذ هيستوري واكزامينيشن اطلع مع الطلاب او واحد من الريزيدنس وكنت اشوف. يعني نصيحه حاولوا قد ما تقدروا انه يكون هاندز اون، اذا ما ضبطت معكم اطلعوا اوبزرفر، اطلعوا. ايش كمان هلا بدي احكي لكم؟ هلا بالنسبه ل بدي ابلش احكي لكم عن الاوراق اللي بدهم اياها، الاوراق المطلوبه ماشي. هلا اول اشي سي في، سي في نصيحه حطوا فيها كل اشي عملتوه بحياتكم، اي نشاط اي اشي عملتوه حطوه فيها ماشي. وفي كمان بتقدروا، هلا انا عملتها اونلاين، تقدروا تفتحوا على جوجل عادي اي اشي، بيكون في كتير فورمات كتير مرتبين تقدروا تعملوا عليها وتعبوا البيانات وبالاخر تطبعوها، فانه كتير احسن لكم من انتم تعملوها بس على فايل وورد، يعني تطلع مش كتير مرتبه. هلا في كمان اثبات الطالب وكشوف العلامات. هلا اثبات الطالب وكشوف العلامات ضروري يكونوا انهم باللغه الانجليزيه، بدكم تجيبوهم من العماده، هاي اول شغله. اثبات الطالب هلا هو لازم تجيبوه لانه اكثر من مكان بيطلبوه. كشف العلامات مش كل الاماكن، فانه اجلوه شوي. في كمان بلزمكم صوره، هاي صوره للسفاره لازم تكون 5x5، فانه جيبوها. الجواز انتبهوا انه يكون مجدد لانه رح تحتاجوه لقدام. كل اشي بتعبى اسمكم، لما يتعبى بالسي في، يتعبى باثبات الطالب، يتعبى باي ورقه من اللي وراء، لازم يكون بنفس صيغه الاسم تبعت الجواز او الهويه، هذا اشي كتير ضروري. ايش كمان في؟ طيب في شغله الموتيفيشنال ليتر، في هاي مش كل الاماكن بيطلبوها. الفكره انه انتم تحطوا عليها مثلا انه شو تاثير هاي السفره عليكم، ليش بدكم تطلعوا، ليش بدكم تطلعوا هذا التخصص عن غيره من التخصصات، بدكم تشرحوا فيها، تكون اشي يعني كتير مهم. طبعا مع الابلكيشن فورم تبع الجامعه نفسه في بيكون في لهم فورم بتعبوه بتحطوا معه باقي الاوراق. بالنسبه للمطاعم والتايترز هاي اهم اشي لانه الكل بيطلبها، فانه اعملوها هاي من هلا ووفروا الوقت. في كانوا زمان يعملوا الدفعات اللي قبل بالجامعه، كانت ورقه محطوطه فيها كل المطاعيم اللي اتاخذت وبوقع لكم اياها الدكتور، هلا هي مش موجوده، فانه ممكن انكم تاخذوا انتم الورقه تبعتي تطبعوا نفسها وتحطوا اسمكم عليها. وانا وقتها الدكتور ساعدني، دكتور بالمركز الصحي هو ختم لي اياها، فانه ممكن سووها على ضمانتكم يعني ما بعرف. في كمان الناس اللي عندهم تأمين بمستشفيات الحكومة، المدينة الطبية في كتير بعرف ناس سووهم ببلاش، في المستشفى الجامعة بقسم طب الأسرة في ناس عملوهم بدل 200 دينار تدفعوا 30 دينار مثلا. مختبر مدلاب فرع خلدة كمان في ناس عملت فيه، وكتبت لكم هذا الاشي بالنوتات بسلايدات بتقدروا. هلا بالنسبه للمالي براكتس انشورنس، هو عباره عن تامين ضد الاخطاء الطبيه، بيطلبوه منكم للناس اللي بيطلعوا هاندز اون. انا ما عملته صراحه، بس حطيت لكم كل المواقع اللي ممكن انها تساعدكم في الموضوع.
هلا في ورقة زي إثبات إنكم أنتوا درستوا باللغة الإنجليزية وبرضو زي letter of good academic standing، هاي من مكتب سكرتيرة رغد بتجيبوها. هلا مكتبها بالطابق الثاني، بتقدروا تبعتولها على إيميلها اسمكم بالإنجليزي زي ما قلت لكم، وبترد هي بعد كم يوم بترد عليكم، أو ممكن إنه بنفس اليوم تروحوا على الجامعة الصبح وترجعوا لها الظهر بكونوا جاهزين. هدول كل الأماكن بطلبوهم. ريكومنديشن ليترز الدكاترة أقل إشي بدكم تنتين، لازم تكون من دكاترة الكلينيكا اللي أعطوكم، إنكم طالعين تدريب سريري يعني. الدكاترة بطلبوا منكم الفورم، الورقة تكون جاهزة وهم بس بوقعوا عليها، وحطيت لكم وراي بتعدلوا عليها الاسم بتروحوا عند الدكاترة بوقعوا لكم إياها. أي دكتور، ناصر حموري راح، علي الناصري، عجيل، أي حدا فيهم. بالنسبة لإكزام التوفل، امتحان توفل، هلا امتحان التوفل مش كل الاماكن تطلبوا، في اماكن تطلبوا، وفي كتير ناس حكوا لي انه ممكن بنفس المستشفى اذا كانوا طالبين، وفي طلاب كانوا يطلعوا اصلا ما يعني ما يطلبوهم، يعني ما يطلبوا منهم، فانه حسب انتم حظكم. حطيت لكم الكتب برضه اللي ممكن تدرسوا منها. مواقع الطيران حطيت لكم في اكسبيديا، سكاي سكانر، كاياك، هدول ارخص مواقع طيران، شوفوا منهم الحجوزات. هلا هدول المواقع قلت لكم احسن شيء، نصيحه انكم انتم تستعجلوا بالموضوع، احجزوا قبل شهر، يعني مش خسرانين شيء. التيكت انا عن جد كنت شايفته قبل شهر من سفري كان حوالي يعني 700 دينار 680 شيء زي هيك. رحت حجزت انا قبل اسبوع او اسبوعين كان ب 800 دينار، فعن جد كتير فرق بالسعر. الطيران الداخلي نفس الاشي قبل ما اسافر كان 90 دينار اشي زي هيك، يعني حرفيا والله انه لما هون دفعته من هون كلفني حوالي 200 دينار عن جد. فانه حاولوا احجزوا من هون، اعرفوا شو بدكم تعملوا واحجزوا من هلا، لانه كتير بفرق الاسعار. بتقدروا تحجزوا اونلاين كتير مضمون، وبيكون ارخص من انكم انتوا تروحوا على مكتب، بطلع ارخص حوالي ب 20 دينار اشي زي هيك. هلا التيكت رينجو من حكيت لكم حسب انتم قديش تتاخروا، من 650 ل 800 دينار. بالنسبه للفيزا، الفيزا انا عملتها قبل شهرين، لانه اصلا بعد ما تعملوها في اماكن تطلب صوره الفيزا، في مثلا اذا بدكم تقدموا للدعم بيطلبوا الفيزا، فلازم تعملوها اقل شهرين يعني لازم. بالنسبه للفورم، هلا في ناس كانت تدفع مشان انه حدا يعبي لهم اياه، هيك لانه الموضوع صعب شوي ومش مزحه انكم تعبوا شيء بالغلط او هيك. هلا انا صراحه تعلمت لحالي، كنت اسال ناس من نبض، حضرت فيديوهات على اليوتيوب ساعدوني. انا هلا بعرف خبر في موضوع تعبئه الفيزا، اي حدا بيحتاج منكم انه مساعده فانه انا جاهزه، بتقدروا تسالوني شو ما بدكم. الفيزا بتكلف 114 دينار، نوع الفيزا لكم B1 B2. الوراق المطلوبه بعد ما تقدموا يعني لما تروحوا على السفاره حطيت لكم اياهم، بدهم الصوره، بدهم باسبورت، بدهم كم شغله، حطيت لكم اياهم بالبرزنتيشن. بالنسبة لصندوق دعم الملك عبد الله، هذا أحسن فقرة. هلأ هذا إنه هو عبارة عن صندوق تنمية بدعم الشباب، يعني فإنه فكرة إنه إنكم أنتم مسافرين، هو بس بيغطي حق التيكت والفيزا، ما بيغطي أي أشياء تانية، ولا سكن ولا مصروف ولا أي شيء تاني، بس إنه كتير يعني بيساعد الشيء. طبعا في فورم، هذا الفورم أنا حطيت لكم إياه، الفورم بتعبوا فيه بياناتكم، أوكي؟ نصيحة إنه هذا الفورم يتعبى بضمير ونحط فيه كل إشي، كل شغل تطوعي، أي إشي اشتغلتوه بحياتكم سواء بالمدرسة أو بالجامعة حطوه، لأنه عليه نقاط معينة. تبعتوا هذا الفورم بالإيميل مع الوراق المطلوبة، الوراق المطلوبة برضو حطيت لكم إياه بالبرزنتيشن. بعدين بردوا يبعثوا لكم أو بيحكوا معكم تليفون، بيحدد لكم موعد للمقابلة، هاي المقابلة برضو بعطوكم نقاط عليها، بيحدد لكم قديش نسبة الدعم، 50%، 75% أو 100% من حق التيكت. طبعا هاي إنه لازم تقدموا لها بعد ما تقدموا للفيزا، لأنه لما ترفقوا معها فايل الفيزا زي دعم لكم، إنه هم بيصدقوكم أكتر إنه أنتوا أكيد رايحين. والراحة والرجعة لازم تكون مثلا أنتوا رايحين شهرين قبل يوم أو يومين من السفر، وترجعوا بعد يوم أو يومين من السفر بالكتير. اي تفاصيل تانية، اي مساعدة انا جاهزة، اوكي. هلا في اشي اسمه International Student Identity Card، هذا كارت انه تعملوه بالبلد اول اشي، هو من فكرة انه هو بيعمل خصم للطلاب. هلا انا يعني حرفيا شريته من هون على الفاضي، هو 10 دنانير حقه، بس رحت مرة واحدة على متحف ودخلوني ببلاش بدل ما ادفع 15 دولار، ما خدمني ولا بإشي تاني، ولا بالمواصلات ولا بإشي. هو انه حكولي انه بيخدم طلاب الناس اللي رايحين بريطانيا ألمانيا، انه ممكن يعملوه، وبرضو اتأكدوا من الناس اللي طلعوا على ألمانيا وهاي الشغلات انه مشان تعملوه. هلا بالنسبة للسكن، اول خيار واهم خيار انكم انتوا المكان اللي انتوا رايحين عليه. ممكن اول اشي انا الدكتور اللي انا رايحه شهر الاول هو اللي ساعدني موضوع السكن، فكتير كان احسن لي، السكن كان كتير منيح بمساعدته يعني،
فإنه اسألوا الدكاترة اللي أنتوا رايحين معهم، تقدروا لازم تعرفوا إذا المستشفى اللي أنتوا رايحين عليها فيها سكن ولا لا داخلي. إذا كان فيها سكن بيكون كتير أحسن لكم وكتير أرخص. هلأ في مواقع أونلاين أضمن وأحسن إشي ومجرب، وكتير طلاب أنا بعرفهم جربوا حتى بالدفع Airbnb. في مواقع تانية أنا حطيت لكم إياهم برضو مجربة، بس أنا يعني ما بعرف مش متأكدة يعني منها. هلأ بالنسبة لقديش التكلفة، هلأ تكلفة فيه من $600 ل $1900. هلأ لما بدكم تدفعوا بحدود $700-$800، أغلب السكنات بتكونوا إنه أنتوا بتسكنوا عند حدا، ما بتكونوا لحالكم بالشقة. هاي أول، فإنه بدكم إشي مرتب، يعني بدكم إشي مرتب وعلى المضمون. أقل إشي حتدفعوا $1000. يعني أنا رحت مع صاحبتي دفعت حوالي 1600 أنا وياها، يعني تقسمنا حوالي 600 وإشي أو أكتر حتى، وكان كتير كتير منيح السكن. فإنه هو من أكتر الأشياء اللي بتكلف هناك. المصروف هلأ حسب انتو، بدكم تطلعوا تشموا هواء، بدكم تشتروا زي هيك، هذا اشي تاني بده ميزانية لحاله. يعني بالنسبة للمصروف باليوم، يعني اذا بدون طلعات ولا جيات $10 بكفي وزيادة، يعني كتير منيح. بدكم تطلعوا، بدكم تشموا هواء، بدكم تشتروا، بدكم مصروف كتير اكتر من هيك. في كمان برضو الاكل، انه من المستشفى برضو في كتير اكل منيح وارخص كتير. بتطلع توتال مصروفكم مع السكن، مع انه حسب المستشفى بياخد فيز ولا لا وقديش وزي هيك. اوكي هلا بالنسبه للدفع، انتوا لما تروحوا هناك انه اغلب الاماكن ما لازم يكون معكم فيزا كارد. هلا الفيزا كارد اذا عملتوها من الاردن ماشي، هناك لما تروحوا تدفعوا او تسحبوا كاش رح ياخذوا عموله على كل مبلغ. فنصيحه انه تاخذوا الفلوس معكم كاش من هون، بس تروحوا هناك تعملوا فيزا بالامريكا، او تعملوا انه في كروت معينه بتقدروا تعبوها وتصيروا تدفعوا منها، فانه هذا احسن شيء بالنسبه للدفع. ايش كمان؟ هلا خلاص هيك كل اشي تمام، صار كل اشي كامل. بدي اريد احكي لكم كم شغله بس مني، انه عن جد اطلعوا شهرين. اللي طالع عن جد ياخذ علم وبتخصص هو حابه، اذا حبيتوا مثلا جراحه حابين انكم تكملوا جراحه يعني كتخصص، لا خذوا شهرين. صراحه شهر واحد ما بكفي كعلم، انا رحت شهر واحد نيورو، انا حابه نيورو. ما بتكفي كعلم، ما ضبطت معكم متخصص حابين، زي ما قلت لكم اطلعوا شهر تاني انترنال. انا رحت انترنال ميديسن، داوت اسبوعين منهم بالاي سي يو، استفدت علم عن جد عن جد استفدت. فانه عن جد عن جد روحوا وما تضيعوا الفرصه عليكم، اطلعوا شهرين من الشهر، حاولوا انه يكون هاندز اون ماشي، خذوا علم قد ما تقدروا، استفيدوا قد ما تقدروا، تعرفوا على ناس وضبطوا اوضاعكم هناك، لانه كثير ممكن انه عن جد الدكاتره اذا حبوكم انه بكل سهوله ممكن انكم ترجعوا، طبعا بعد ما تقدموا ستيبس خاصه ستيب 1. ايش كمان؟ احجز بكير مشان توفروا فلوس، انبسطوا قد ما تقدروا، اطلعوا شموا هواء بالاضافه للدراسه اكيد. وهي حتكون تجربه حتتعلموا منها كثير اشياء سواء بالطب او غيره. موفقين وادعوا لي، واي شيء بتحتاجوا انا موجود.